مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين ومكملين فقراتنا معاكم. وفقرتنا دلوقتي عن الفن، الفن ودوره طبعا في المجتمع بشكل عام. وإذا أردت أن تتعرف على قوم فاستمع إلى موسيقاهم وفنهم اللي أكيد جميل في مصر ودايما مشرفنا. إحنا الحقيقة معنا ضيفنا اللي هيكلمنا عن الفن قديما وحديثا، المخرج شريف سمير، المخرج المسرحي ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. بنرحب بحضرتك معانا يا فندم. مرحب بيك يا استاذ شريف، منورنا والله. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب؟ صمت النهارده؟ اه طبعا، الحمد لله يعني. اللهم تقبل يا رب. انا عرفت ان حضرتك طبعا يعني حضرتك نائب رئيس تحرير جريده الاهرام وماسك القسم الفني او القسم المسرحي في 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 جريده الاهرام. هل في فرقه في جريده الاهرام، فرقه مسرحيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي في فرقه كانت من 25 سنه اسسها الاستاذ محمد امبابي الله يرحمه. تمام. ودي كانت ايام زمان جدا بتنافس في دوري الشركات. وتم احياء الفكره ديت واحياء الفرقه المسرحيه دي سنه 2015. هو كلمه من 20 سنه يعني معناها وقفت يعني توقفت. حصل نوع من انواع التراجع يعني، يعني ما بقاش فيه اهتمام بالفرق او ما بقاش فيه اهتمام بالفن في المؤسسات او في الشركات بنفس الدرجه. نعم. وطبعا المساله متوقفه على الانتاج ومتوقفه على الرعايه والاحتضان وكده. ف تم احياء الفكره بيني وبين صديقي الاستاذ عصام سعد في قسم السينما، بنبعت له التحيه ونقول له كل سنه طيب وهو بالصحه والسلامه حبيبي. هو بيخرج سنه وانا سنه، فشكلنا الفرقه دي من سنه 2015 وعملنا حوالي 5 عروض وده العرض السادس. انتوا عملتوا العرض السادس يعني؟ العرض السادس عملناه وهنعيده بعد العيد ان شاء الله مع الفنان الكبير الاستاذ احمد صيام والاستاذ انتصار. خدتوا طيب جوائز او لا؟ لسه احنا بصدد ان احنا نشارك في المهرجانات باذن الله. وكلهم منين بقى؟ هل يعني يعني لسه يعني كلهم موظفين من الاهرام ولا في ناس منتميه للفرقه من خارج الاهرام؟ هي الفرقه مطعمه ببعض يعني عاملين في الاهرام او ابناء العاملين، وبرده ممكن بيبقى في استعانه بشباب من الخارج على اساس ان السكيل واسع يعني مفيش مشاكل خالص، لان مش كل الناس في المؤسسه هيبقى عندها الشغف او الاقبال على انها تمارس. بس حاجه كويسه بصراحه. طب خلينا نقول ان في مسرح في جريده الاهرام. اللي عايز يشترك بقى معاكم في المسرح ويقدم معاكم بيكون ايه الشروط وازاي يقدم؟ لا يا ما فيش شروط، هي في ان هو بيتواصل مع العبد لله وبيقدم ويعرف كويس. اول تجمع لينا هو بينضم للفرقه وبيخضع لتدريبات او بيخضع لكورس تدريبي. بس اكيد حضرتك بتشوف فيه موهبه يعني. يعني طبعا يعني مش معقوله انا هاجي اقدم مثلا وانا مثلا ما عنديش الموهبه او ما عنديش القدره اللي انا امثل يعني. هي في التجربه الجديده اللي احنا عملناها كان في 2-3 ما مثلوش قبل كده، بس خضعوا للتدريبات واجتهدوا وبعد كده بقوا منورين جدا في التجربه. وفي ناس موجوده بقى من 2015 معاكم في نفس الفرقه لسه ثابتين. في ناس موجودين ساعدوني في العرض في هيئه الاخراج. نعم. وبعد كده في ناس طعمتهم بشباب من الجامعه ومن خارج الاهرام. واستعنا بنجمين محترفين على اساس ان الموضوع يبقى فيه يعني نوع من التسويق اكتر او يبقى فيه بعد تجاري اكتر. طب والمسرحيات كلها لغه عربيه ولا كلها فصحى؟ لا ممكن تبقى لغه عربيه وممكن تبقى عاميه وممكن في نوع كوميدي وفي برضه والله يعني مسرح صادم شويه. التجربه الاخيره صادمه بس فيها بعض اللي بحكي. يعني ايه صادمه يا استاذ شريف؟ بتحاول تصحي المجتمع شويه، بتحاول على فكره من خلال اصل التجربه الجديده اللي احنا بنعملها وهنعيدها ان شاء الله اسمها قف. قف يعني بنحاول ان احنا نبقى ندق جرس انذار لان في بعض الاوبئه الاجتماعيه وبعض الاوبئه النفسيه ابتدت انها تخترق مجتمعنا، فبنحاول ان احنا ندق ناقوس الخطر او يبقى في جرس انذار. طب ايه راي حضرتك بقى في المسرح اليومين دول؟ وطبعا في تجارب دلوقتي ناجحه جدا ومكسره الدنيا زي مسرح مصر مثلا وغيرها من المسرحيات اللي بدات اليومين دول تحقق نجاحات. ايه راي حضرتك في المسرح ده وشايف الاقبال بقى عامل ازاي على المسرح اليومين دول؟ والله هو في اقبال ملحوظ على مسرح الدوله تحديدا، يعني في بعض التجارب الناضجه جدا ابتدت الدوله تحتضنها زي البيت الفني للمسرح. دي حقيقه نشوفها في المسرح القومي، نشوفها في المسرح مسرح الطليعه، مسرح السلام، مركز الهناجي للفنون. الحقيقه بيبقى يضخ تجارب شابه جدا وبيحتضن الحقيقه تجارب مستقله. المسرح المستقل على فكره كان رافد مهم جدا من روافد تنميه الوعي، لان المسرح المستقل سنه 90 كان في فرق الحقيقه بتخرج، فرق بقى فيها محترفين بجد بس مش واخدين فرصه، وفي نفس الوقت على فكره بيعتمدوا على التمويل الذاتي. فابتدوا هم من كتر ما هم بيقدموا تجارب واعيه والحقيقه بتنمي الوعي وبتنمي وبترتقي بذوق المتلقي، ده ادى
قوة جدا وإدى برضو منافسة من مسرح الدولة إن هم يحاولوا يبقوا زيه. فالحقيقة في طفرة دلوقتي في الحركة المسرحية والحركة الثقافية بشكل عام، بس برضو ينقصنا الجانب التسويقي إنه محتاجة إلى على فكرة يبقى فيه تمويل. التمويل موجود، لازم يبقى فيه اهتمام بالسوشيال ميديا من جانبها، لازم يبقى فيه اهتمام بالتلفزيون والقنوات الفضائية إنها تبدأ إنها تغطي مثل هذه العروض، يحصل سبوت لايت إعلامي وسبوت لايت برضو من جهات الإنتاج. مفيش مانع أبدا إن مسارح الدولة ديت يعني المسرحيات المنتجة من مسرح الدولة أو حتى التجارب المستقلة يبقى في فرصة بالتنسيق مع وزارة الثقافة إنها تروح تشارك في موسم الرياض، لأن موسم الرياض دوت ما يبقاش حكر على الفنانين المحترفين بس، لازم يبقى فيه رؤية تانية ولازم يبقى فيه تفكير خارج الصندوق إن إحنا نقتحم التابو ده. موسم الرياض بيوفر جانب تمويلي وغطاء تمويلي كويس جدا، وممكن ندي دفع للشباب ان هم يشاركوا، خصوصا وان التجارب المسرحيه ممكن تبقى مفيده جدا للراي العام. طب يعني راي حضرتك، يعني حضرتك من كلام حضرتك بتقول لي ان المسرح الدوله شغال كويس سواء كان مسرح الطليعه، الهناجر، مسرح الشباب، البيت الفني للمسرح، طب القطاع الخاص فين دلوقتي؟ لا القطاع الخاص عنده مشكله انه طبعا اختيار نوعيه الموضوعات اللي انت بتطرحها، ان انت بتهبط بذوق المتفرج مش بترتقي بيه، لانك انت دايما بتخاطب غرايزه اكتر. انا سمعت دلوقتي ان مسرح القطاع الخاص بيعتمد على مسرحيه الافيه، يعني الافيه هو الافيه ونعمل عليها مسرحيه. هو زي ما حضرتك قلت كده، ده طبعا المسرح ده الرؤيه التجاريه، لكن في حاجه احنا ما عندناش مسرح قطاع خاص دلوقتي. الوحيد اللي بيقدم مسرح قطاع خاص بفكره هو الفنان العظيم محمد صبحي، ده اللي بيقدم مسرح قطاع خاص وبيحتوي على الفكر والمتعه. لكن هو فين؟ هو في مدينه سنبل، يعني في مكان بعيد جدا. برضو الموضوع لما كان الفنان محمد صبحي مقدم فكره مهرجان المسرح للجميع في فتره التسعينات والالفيه كمان، كان موجود في مسرح في وسط البلد، فكان في اقبال جماهيري غير طبيعي، دي حقيقة. وسعر التذكره كان ايه؟ كان ملائم رمزيه جدا. فكان في حاله من حالات الاشباع الفني بتتحقق، لان برضو الفنان محمد صبحي كان من رواد، يعني من جيل الرواد اللي هم امنوا بفكره ان انت بتقدم مسرح انيق على مستوى الصوره وعلى مستوى الفكر نفسه، وقدم ممثلين كمان كتير، وقدم ممثلين طلع نجوم طلع. وبعد كده كان عنده تجربه رائده انه لما نجح جماهيريا بتجارب استوديو 80 قدم كوميديا بالعربي الفصيح، قدم اكتر من 150 شاب وشابه منهم نجوم دلوقتي. كان في منهم مصطفى شعبان ومنى زكي، وكان في ماجد الكدواني وماجد الكدواني وفتحي عبد الوهاب، كل دول عبد الوهاب والله يرحمه، كمان احمد عبد الحي، وكان في ناس كثيره. فبالتالي هو وكمان هو كان يكفي ان اسمه موجود، يعني هو قال انا هقدم تجربه شابه واطرح النجوم دي على الساحه وبعد كده ارجع. انت عارف ان حضرتك اشتركت في العرض ده؟ والله العرض الفظيع. مثلت سنه كام بقى؟ الكلام ده كان سنه 93. ايوه بالظبط. العرض الفصيح. كنت عامل دور ايه؟ شخصيتي بقى. كنت شخصيه اللبناني. اللبناني. كنت عامل شخصيه اللبناني واتقنت بقى اللهجه. اتقنت فيها بقى. قعدت فيها مثلا بتاع، يعني قعدت بتاع شهرين كده، وبعد كده رجعت تاني بقى لدراسه. والدي قال لي بقى كفايه كده، شكلنا هنمثل في الاهرام. بس اكيد بقى في تجربه الاهرام. فشفت بقى كل الزملاء دول وهشام عطو، شفت ناس كتيره جدا. هشام عطو والحلواني. والحلواني. بس حضرتك اكتشفت ايه من التجربه؟ وعاصم نجاتي. ما انا بقول لحضرتك، بحكي لحضرتك التيم كله، وكلهم بعد ما خلصوا المسرحيه دي وخلصوا المسرح تجاره ومسرح حقوق دخلوا، كان ساعتها اداب قسم مسرح كان لسه فاتح جامعه حلوان، وكلهم اتجهوا دخلوا اداب قسم مسرح جامعه حلوان، وكان حتى اللي كان بيدرس لهم الله يرحمه خليل مرسي، خليل مرسي واحمد احمد الحلاوه، احمد حلاوه الله يرحمه. بس ما دخلتش تجارب ثانيه. لا ما دخلتش بقى تجارب ثانيه، بس خدت ساعتها على الفن خسر. الفن الفن خسر والاعلام كسر. انا انضم لفرقه اللي فرقه الاستاذ شريف. انا كنت واخد ممثل اول جامعات مصر في مسرحيه اسمها دون كيشوت. ايوه كان تاليف نادر صلاح الدين و طبعا، وعملناها ساعتها في قاعه سيد درويش. طيب نرجع تاني لمرجوعنا، يعني ايه راي حضرتك برضو دور برضو مسرح الجامعه؟ يعني مسرح الجامعه قدم نجوم كتيره، احنا لسه قايلين اساميهم دلوقتي طبعا. فين دلوقتي مسرح الجامعه؟ لا نشيط جدا، وهي مستودع مواهب وياسر الطبجي، يعني فين فين الجيل الثاني اللي بعد الجيل اللي احنا قلناه ده؟ جيل الجامعه الحقيقه اتعامل مع المسرح الجامعي على انه محطه علشان يحاول من خلاله يخترق مركز الابداع الفني مع الدكتور خالد جلال. نعم. وبعد كده المحطه دي هي اللي ممكن توصله لعتبه الاحتراف. مسرح الجامعه كان في فتره من الفترات هو اللي كان المحطه الاخيره نحو الاحتراف،
دي حقيقه فعلا. ايام ما كان يعني يوسف شاهين اكتشف عبله كامل من خلال مسرح الجامعه وفتوح احمد كل دول. دلوقتي بقى مسرح الجامعه مجرد يعني يعني جسر علشان انت تعبر من خلاله كشاب موهوب او شاب عنده استعداد فني او حس فني لانه يكسب ثقه استاذ او دكتور زي استاذ الدكتور خالد جلال وبصفته كان رئيس قطاع الانتاج الصحفي. طبعا هو راجل على اساس ان هو كشاف للموهوبين وليه نظره بالظبط. فالمسرح الجامعي دلوقتي بقى معتمد على فكره تقديم تجارب مختلفه او الدفع يعني في مهرجان دلوقتي اسمه مهرجان المسرح الجامعي. دي حقيقه. ده موجود من زمان بس دلوقتي بقى له في مفيش يعني شك ان المسرح الجامعه دايما فياض ودايما في شلال من المواهب بيتدفق من خلاله. دي حقيقه. انا يعني كلام حتى الاستاذ شريف انا عايز اقول برضو لمشاهدينا مسرح الجامعه ده انا عايز اقول لكم طلع فؤاد المهندس طلع بعد كده يعني وحضرتك اكد على كلامي يا استاذ شريف. طبعا طبعا. وفتوح احمد وثلاثي اضواء المسرح كل ده مسرح الجامعه. وصلاح السعداني وعادل امام كل دول طلعوا من مسرح الجامعه وليس من الاكاديميه. بعد كده بقى درسوا اللي حب درس في الاكاديميه او درس في اي قسم مسرح تبع اي جامعه ياخدها كناحيه اكاديميه. لكن مسرح الجامعه بصراحه كل النجوم اللي احنا بنشوفهم في التلفزيون وبنتابع اعمالهم وبالنسبه لنا السوبر ستار والميجا ستار كله من مسرح الجامعه. طب وتعلم من مسرح الجامعه. احنا دايما في العيد كده طبعا كنا مرتبطين بمسرحيات العيد يعني مسرحيه العيد. انت كنت بتحب تشوف ايه في مسرحيه العيد؟ معروفه العيال كبرت معروف كده طبعا مسرحيات طب خلاص اخر بناتك. مسرحيه انت حضرتها ايه بقى؟ مسرحيه ايه؟ سواء في العيد ولا ايه يعني؟ لا في العيد عامه انت بتتفرج على ايه واخر مسرحيه انت رحتها؟ في العيد طبعا في مسرحيات في مسرحيات كانت مرتبطه بالاذهان يعني مثلا مسرحيه زي رايا وسكينه الكبرت سك على بناتك دي بقى كان ايه مصدر جمالها او مصدر بقاء لحد دلوقتي سبب بقاء ايه السبب الاتقان الصدق طبعا صدق في الكلمه صدق في الكلمه والتمثيل طبعا في الكلمه طبعا كان في كتاب في عظمه بهجه قمر لينين الرملي وحسين كمال كمان على مستوى الاخراج حسين كمال حسن عبد السلام فؤاد المهندس نفسه كان مخرج طبعا المسرحيات دي لما كانت اولا كان في احترام للمتفرج اولا الصوره كانت معبره جدا العمالقه اللي كانوا بيجسدوا الشخصيات ما فيش حاجه اسمها انسياق ورا الافيه او انسياق ورا البعد التجاري الرخيص لا في ان انت في قيمه بتقدم وفي نفس الوقت كوميديا راقيه ايوه زي سك على بناتك كده بالظبط كان في ورق كان الورق ده عصب اي عمليه فنيه بعد الورق الرؤيه الاخراجيه وبعد كده بقى فهم ووعي الممثل نفسه يعني ثقافه التمثيل برضو دي نقطه مهمه جدا الجيل الموجود دلوقتي او جيل الشباب بيفتقد للثقافه ثقافه بقى قراءه النصوص متابعه العروض المسرحيه الانفتاح على الحياه والعالم هو ده الجيل بتاع جيل فؤاد المهندس وعبد محمد صبحي وما بعدهم الجيل ده اعتمد على فكره ان انت دايما بيبقى في جسر من التواصل بينك وبين الرواد ويبقى على فكره دايما في قراءه وفي كتاب برضو لما تسالهم بيقول لك هم الجيل ده بيحب كده بيحب نعمل المسرحيات بالشكل الفلاني اللي هو ده منطق الورش المنتشر دلوقتي لا يعني الورق دلوقتي ما بقاش في ورق بنعنى الكلمه وبقى في استنساخ بس ما قلتلناش انت اخر مسرحيه حضرتها كانت ايه؟ اخر مسرحيه حضرتها كانت كيوبيت لمخرج متميز جدا صديقي الاستاذ احمد فؤاد ده كان مسرح السلام. كانت خطه كيوبيت ودي كانت مسرحيه كوميديه بتتكلم على قيمه انسانيه مهمه جدا اللي هي الحب والعلاقات الاجتماعيه. نعم. وازاي انت بتربطه بسهم كيوبيت اللي هو في الاساطير. يعني الحب زمان ومقارنة بين الحب زمان والحب دلوقتي منطق الحب ومنطق العلاقة بين الرجل والمرأة اختلف وتقدمت في شكل فيه يعني قالب مسرحي مختلف ده بقى الفكرة يعني وده انبسطت منها يا أستاذ شريف انبسطت منها لأنها كانت كبسولة لا تتجاوز ساعة وفي نفس الوقت احترمت عقلي واحترمت الوجدان وخطبت إيه خطبت المشاعر كل ما كان العرض المسرحي قريب من المشاعر قريب من ان هو بيصلح حاجات في مفاهيمك الشخصيه بيعمل نوع من انواع التنشيط لذاكرتك هو ده العرض اللي بيبقى عشان كده انا عليا تحفظ على مسرح مصر تحديدا يعني طب لان مسرح مصر مش من النوع دوت اللي ممكن مسرح مصر مجرد ظاهره مش اكتر طب استاذ شريف انا هاخد برضو من كلام حضرتك وكلمنا على موضوع الورق وحضرتك قلت عظماء في كتابه الورق زمان يعني طبعا دلوقتي بقى موضوع الورق دلوقتي بقى كان زمان كان اللي بيكتب السيناريست او اللي بيكتب السيناريو او اللي بيكتب القصه واحد دلوقتي بقى في تيم ورك او ورشه عمل ايه راي حضرتك في الموضوع ده دلوقتي لا ليه تحفظ طبعا لان حتى لو ده في تدفق في الافكار بس برضو الابداع ده سمه ذاتيه
سمة خاصة بالشخص نفسه. لما كان في مسابقة في التأليف المسرحي كان في عشرات ومئات المؤلفين بيتقدموا، أولا على سبيل المنافسة، ثانيا علشان أنت ده بيحفزك أن ورقك وإنتاجك الأدبي يظهر، ثالثا هيبقى فيه فرصة أن الإنتاج دوت لما يتم الاستقرار عليه يبقى بقى فيه بين إيد المخرجين يبدأوا أن هم يقدموا له المعالجة ويطرحوه قدام الناس وقدام الجمهور. فأنا وجهة نظري أن منطق الورش ده لابد أن يبقى فيه سيطرة عليه، لأن ده إدى نوع من أنواع الاستسهال في الأفكار، وكمان الأفكار بقت مستوردة بقت مكررة، ما بقاش فيه أي نوع من أنواع التجديد. ده يعني ينسحب على الدراما المصرية، يعني على حضرتك ضد الاقتباس اللي هي من الروايات الأجنبية؟ لا مع الاقتباس، بس لازم يبقى فيه بصمتك. فيه بصمتك. القصة يعني عرض قف اللي أنا قدمته آخر مرة ده مستوحى من قصة عالمية لجي دي موباسا أبو القصة القصيرة الفرنسية. لكن المعالجة مين اللي كتب النص؟ مبدع صديقي اسمه أسامة صبحي. ده اداله النكهة الخاصة به، هو رؤيته هو كمبدع، رؤيته هو. بعد كده أنا حطيت وأطفيت عليها رؤيتي أنا كمخرج مع فريق العمل، وبالتالي أثار الإعجاب في الثلاث أيام دول مبدئياً علشان خاطر هو مس وتر حساس عند الناس. طيب أستاذ شريف، يعني زمان كان يجي مثلا ممثل يجي له لمؤاخذه رشا. لا لا عادي عادي. انا عارفه انك بتحب المسرح. بحب المسرح شويه. والله الاستاذ شريف فكرني بقى بالذكريات الحلوه. لا يعني هنرجعوا للتمثيل. يعني انا بتكلم في نقطه، زمان كان الممثل يقول لك مثلا الو الريجي مثلا متصل بيه ويقول له في روايه جايه لك من الاستاذ علي سالم او الاستاذ باجي تمر، قول له ابعتها لي على طول من غير ما اقرا. تمام. دلوقتي الممثل ده في روايه جايه لك من سين او صاد يقول لك لا ابعتها لي، طيب لما اقراها ارد عليك. ايه الفرق بقى يا استاذ شريف؟ الفرق ثقافه النجم. انت لما بتتعامل، اولا انا شايف ان تراجع الحركه الثقافيه او الفنيه بشكل عام في السنين الاخيره مرجعها ثقافه النجم، وبرده منطق الانتاج بقى منطق الانتاج بيصير في اتجاه ارضاء النجم باي صوره، تفصيل السيناريو وتفصيل الورق على مزاج النجم. انا جايب الاستاذ شريف فانا بفصل الورق ليه هو، بالتالي احنا بنقول مين هو النجم. لو قسنا على نجم في تاريخ نور الشريف او يحيى الفخراني، دول بقى كان فعلا الورق بيتصمم، لكن الورق كان في حد ذاته قوي لان هو لا يقبل الا ورق قوي، في حين ان النجم الحالي كل اللي يهمه ان هو يبقى متبروز بغض النظر بقى عن بقيه الشخصيات الاخرى او بقيه السيناريو او الحبكه، سواء على مستوى النص المسرحي او النص التلفزيوني او السينمائي. فانا شايف ان ثقافه النجم مع منطق الانتاج لابد ان هما يختلفوا في الفتره الجايه. اكيد. طب خلينا بقى نقول اقتراحات حضرتك بقى، من انك سنين كتيره كده في المسرح، اقتراحات حضرتك ايه علشان يرجع المسرح مره تانية والمسرحيات مؤثره جدا في المجتمع؟ احنا شفنا كمان القوى الناعمه ليها دور كبير، يعني شفنا في بعض المسلسلات وبعض الافلام اتغيرت قوانين بسبب السيناريو اللي كان مكتوب كويس. اقتراحات حضرتك علشان الدنيا ترجع زي الاول بقى ونشوف المسرح كده ونشوف اقبال شديد جدا من حتى الشباب على المسرح. أول حاجة تصوير جميع الأعمال المسرحية سواء مستقلة أو احترافية تلفزيونيا، يعني يبقى في حق شراء بينها وبين القنوات الفضائية، ويبقى في بيزنس، يعني في صفقة معروفة ومعلومة ما بين شركات الإنتاج أو ما بين اللي هي القنوات الفضائية وما بين المؤسسات زي مؤسسة الأرام أو ما شابه ذلك، البيت الفني المصري، يتم شراء حق إذاعة هذه الأعمال المسرحية عشان توصل للبيت المصري. البيت المصري لما يطلع عليها ويشوفها هيبقى عنده الشغف انه ينزل يدفع التذكره ويروح يتفرج عليها دي او يتفرج على مسرحيات تانية بعد كده. دي قصه تانية. لابد ان يكون في اتفاقيات ما بين هذه الهيئات وما بين بقى وزاره التربيه والتعليم، ان يبقى في افواج من المدرسين والطلبه يروحوا يتفرجوا. كان زمان كان في كده. طبعا كانوا بيعملوا الدعوات وتذاكر مخفضه بالزبط. بتنزل والتذاكر مخفضه تتوجه للانديه الرياضيه وتتوجه اعضاء الانديه، على فكره ييجوا يتفرجوا على المسرحيات. الحقيقه كان زمان كده، وكل هيبقى مستفيد، اصل كل حاجه هتبقى بمقابل مادي. احنا مش ضد المنطق التجاري، من حق ان القناه تستفيد، ومن حق ان هي العرض المسرحي يستفيد، وكمان المتفرج يستفيد، يعني الرهان بقى على انه هيتفرج على حاجه ترتقي بذوقه وترتقي باخلاقيات اسرته. نعم. الولد والبنت، يعني انا كنت سعيد جدا برد فعل بعض الاسر لما جت اتفرجت على العرض المسرحي الاخير بتاعي، ان هم عرفوها فين يا استاذ شريف؟ مؤسسه الاهرام، قاعه نجيب محفوظ، مسرح المسرح بتاع الاهرام نفسه، وهنعرضه ان شاء الله في مسرح نقابه الصحفيين ده يوميا ان شاء الله، ده لمده 3 ايام، كان خميس جمعه سبت،
وان شاء الله هنعيده بعد العيد على طول، وحضرتكم الاول دعوه ليكم. ده شرف لينا يا استاذ شريف. الله يخليك، شرف ليا. فانا كنت مستمتع جدا بان اطفال صغيرين كانوا مش عايزين يسيبوا المسرح ويخرجوا، لانهم كانوا مستمتعين بالحاله اللي احنا حبسناهم فيها. ليه؟ اولا المسرح حاله انت بتصنعها من خلال ديكور، اضاءه، رؤيه مسرحيه، طاقه ممثلين وتركيز ممثلين. نعم. بالاضافه لقوه الورق وقوه القضيه اللي انت بتطرحها. فالولاد الصغيرين وصل لهم الرساله قبل الكبار، انهم استمتعوا بالحاله دي وكان عندهم الشغف ان هم ما يسيبوش القاعه، وكانوا بيتساءلوا، وهو ده المفروض المسرح يطرحه في اي تجربه، بيروحوا يتساءلوا العرض ده اتعمل ليه، وليه كده، وليه البنت دي حصل فيها ده، وليه الرجاله دول عملوا كده، طب دول صح ولا غلط. ففي مفاهيم ابتدت تتحرك جواها، اتغيرت يعني المفاهيم بالنسبه للاطفال في العرض ده بالذات المفروض. وده كان دور الاب والام، لان في حاجات مش هيفهموها الاطفال على قد ما هم هيتساءلوا. طيب يعني استاذ شريف، لو رساله اخيره حضرتك توجهها كده، مش هنقول بقى لاولياء الامور، هنقول مثلا للاسره، للبيت، للاب، للام، ازاي ينشئوا اولادهم على القراءه، على حب المسرح، على حب الفن، على يعني ازاي يدعموا اولادهم بالذات في التخصص ده، تقول لهم ايه؟ ازرعوا فيهم التفاؤل. انت تقدر تكتشف اللمبه اللي جوه ابنك او بنتك، وتقدر ان انت توجههم في الاتجاه اللي انت شايفه صح. دور الدوله بعد كده، ودور المدرسه، ودور الجامعه، والمؤسسات الثقافيه الرسميه بقى، انها تحتضن اللمبه دي ونحاول انها تنورها. لكن اللمبه دي هتبدا من البيت، ولازم يبقى في رعايه من المؤسسات او من القيادات المسؤوله عن الحركه الثقافيه او عن الوعي في بلدك. بخلاف كده هيكون في نوع من انواع الايه؟ التكاسل، وهيبقى في اتكاليه، كله طرح هيتكل على الاخر. ده حقيقة. واللي هيضيع في الاخر ثقافه المجتمع نفسها. ده حقيقه يا استاذ شريف. اكيد احلى كلام ممكن ننهي بيه. وبشكر المخرج شريف سمير، المخرج المسرحي ونائب رئيس تحرير جريده الاهرام، نورتنا يا فندم، وكل سنه وانت طيب، وعيد سعيد عليك. عيد سعيد عليكم جميعا، وفي انتظاركم، وان شاء الله هنرفع راسنا ان شاء الله باذن الله. باذن الله نيجي كده ونتفرج على العرض الجميل ده باذن الله. طيب اعزائنا المشاهدين، هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني مع الشيخ عنتر ابو حويله، القارئ والمبتهل والمنشد طبعا، عشان نمدح النبي عليه الصلاه والسلام ونذكر ربنا كده، ولبيك اللهم لبيك. نخرج فاصل بسيط ونرجع تاني لحضراتكم، استنونا.